عيني يا مجيب الدعوات، أنت غوثي يا مزيل الكربات، أنت غوثي يا مزيل الكربات، أنت غوثي يا مزيل الكربات. يا إلهي أنت رب العالمين، أنت محبوب قلوب المؤمنين، أنت من يجذب كل المغرمين لحياض القرب، لحياض القرب جذب التائقين. ها أنا يا رب من دنيا الحنين، طائر الشوق أتاك عن يقين، منك أرجو يا دليل الوالهين، عون عبد آمل في الآملين، كي أنال الأمن عند الأزمات، كي أنال الأمن عند الأزمات، منك يا كاشف ضر الضريات، منك يا كاشف ضر الضريات، منك يا كاشف ضر الضريات. يا معيني يا مجيب الدعوات، يا معيني يا مجيب الدعوات، أنت غوثي يا مزيل الكربات، أنت غوثي يا مزيل الكربات، أنت غوثي يا مزيل الكربات. ليس لي إلا كربا في الوجود، أنت من أعبده عند السجود، أنت أنسي حين أصحو من هجود، أنت من لا حد فيه كالحدود، أنت أعلى أنت أسمى يا ودود، أنت روح العطر في خد الورود، أنت يا أكرم من أعطى بجود، لا تعاقبني بهجر وصدود، وأعني بالهدى والبركات، وأعني بالهدى والبركات، وأغثني عندما هو الهلكات، وأغثني عندما هو الهلكات. أنت غوثي يا مجيب الكربات، يا معيني يا مجيب الدعوات، يا معيني يا مجيب الدعوات، أنت غوثي يا مزيل الكربات، أنت غوثي يا مزيل الكربات، أنت غوثي يا مزيل الكربات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. سادتي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي قناة كربلاء الفضائية في مشارق الأرض ومغاربها، تحية عطرة مكللة بين أيديكم بالزهور والرياحين من حضرة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم يا بنت فاطمة. أنت لي رباه خير الناصرين، لم تزل أنت ولي المهتدين، فاهدني هدي سبيل المكرمين وأغثني يا غياث الحائرين. سادتي المشاهدين، مرحبا بكم وأنتم تشاهدون الآن برنامجكم يا بنت فاطمة من حضرة السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، ونقول بأحلى التحيات لهذه السيدة: السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك أيتها المعصومة ورحمة الله وبركاته، وعرف الله بيننا وبينكم إن شاء الله يوم القيامة، آمين يا رب العالمين. سادتي المشاهدين، نحن بانتظار تواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، حتى يتسنى لكم إن شاء الله زيارة هذه السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، ونحن من هذه البقعة الطاهرة لهذه السيدة العظيمة. وناخذ أول اتصال على بركة الله، الأخت خديجة من بغداد. أهلا وسهلا بالعلوية خديجة، وتفضلي بالدعاء والزيارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالعلوية خديجة، والوقت إليك بالدعاء والزيارة. يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة، السلام عليك يا بنت فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم اجعل فرجنا بفرجه بحق محمد وآل محمد. يا بنت فاطمة، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة بحق محمد وآل محمد. يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة المعصومة، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمنا في بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا زيارتها يا الله. اللهم ارزق كل من طالب الذرية، الذرية الصالحة بحق محمد وآل محمد. آمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، عنا وعن الإنسانية جمعاء.
اللهم احفظ الكادر يا رب العالمين بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، واقض حوائجهم وحوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة. نعم. رحم الله والدي سجيت مالك العلوية. نعم. أم عقيد. نعم. ادعولها ادعولها بالسلامة إن شاء الله. خادم. وسجل اسم والدي جاسم وسيد أركان. نعم. ادعولهم بالمغفرة وميسون. نعم. محتاجين للدعاء. رحم الله والدي كل علوية ميسون. نعم 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 إن شاء الله. رحم الله والدي. العلوية سيد خديجة. سيد صادق مريض ادعولها بالشفاء. سيد رحم صادق الله إن شاء الله بحق محمد وآل محمد الشفاء العاجل. شكرا جزيلا للعلوية خديجة، وإن شاء الله الله يتقبل زيارتك، وإن شاء الله الصحة والسلامة لكل الأسماء اللي ذكرتيها. والسيد حمزة من كربلاء المقدسة. نعم. السلام عليكم أستاذ هاني. وعليكم السلام والإكرام ورحمة الله وبركاته. نعم الوقت إليك بالدعاء والزيارة. يا بنت فاطمة. اللهم صل. السلام عليك يا بنت محمد. السلام عليك يا بنت رسول الله. نعم. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. نعم. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو الفضل العباس حضر العشيرة. يا وجيهة عند الله أشفعي لنا عند الله. يا وجيهة اللهم عند الله أشفعي لنا عند الله. اللهم شافي وعافي يا مريم. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله. اللهم ارزقنا الحياة في الدنيا وشفاعته في الآخرة. خادم. خادم. نعم أعطينا الأسماء. خادم. الله يحفظك. إكرام. نعم. إكرام. كوثر. زهراء. عباس. حسين. أم منهل وأبو منهل. أم حسن وأبو حسن. شكرا سداني. والسلام عليكم. الله يحفظكم إن شاء الله. والله يتقبل زيارتك إن شاء الله. أخ حمزة، وإن شاء الله الله يتقبل بحق محمد وآل محمد. طبعا سادة المشاهدين الكثير من الأخوة والأخوات طلبوا من عندنا الدعاء في هذه الليلة، إن شاء الله من خلال هذه الحلقة إن شاء الله نذكر أسماءهم وناخذ اتصال آخر. الأخت آية من الدجيل، أهلا وسهلا بالمتصلة الدائمة في برنامج يا بنت فاطمة. الأخت آية والوقت إليك بالدعاء والزيارة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي أخت آية. السلام عليك يا بنت فاطمة. السلام عليك يا بنت فاطمة. السلام عليك يا بنت فاطمة. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر الكاظم ورحمة الله وبركاته. يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة المعصومة، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم شافي وعافي كل مريض. اللهم أرضى حاجة كل محتاج، وإن شاء الله يا ربي يقضى حوائجكم ويشافي مرضاكم ويوفقكم. أستاذ ممكن أسجل أسماء؟ نعم نعم طينا الأسماء. نعم. اسم والدتي المرحومة ليلى. نعم. واسم بيبيتي المرحومة زهرة. نعم. واسم المرحومة العلوية خلود عبد الرزاق. نعم. والطفل عباس ابن كاظم. والطفل عبد الله للشفاء من مرض السكر. نعم. والعلوية ام علي والعلوية ام ذو الفقار للشفاء وقضاء الحاجة، وعلوية جميلة للشفاء ان شاء الله. نعم. حق فاطمة المعصومة يشافيها ويعافيها ويشافى وعاف كل مرضوم. آمين. بحسين لقضاء الحاجة للشفاء. نعم. نعم. وام ادريس للشفاء، الله يشافيها ويعافيها ويقضى حاجة كل محتاج، وان شاء الله يا رب يقضى حوائجكم ويشافى مرضاكم، وان شاء الله لما نفسكم من الدعاء بحضور مجالس الزهراء. الله يحفظكم يعني ان شاء الله ازور مراقب اهل البيت وازور نيابه عنكم. الله يحفظكم. الكادر قناه كربلاء الله يوفقكم ويحفظ حوائجكم ويشافى مرضاكم. الله يحفظك ان شاء الله. ورحمه الله وبركاته. الاخت ايه الله يتقبل هذه الزياره، والله يرحم امواتكم ان شاء الله وكل الاسماء اللي ذكرتيها بقضاء الحوائج بحق محمد وآل محمد. ومن ادياله ام عبد الحليم، اهلا وسهلا بام عبد الحليم، والوقت إليك بالدعاء والزياره. نعم اهلا وسهلا تفضلي يا ام عبد الحليم، اسمعك. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. نعم تفضلي يا بنت فاطمة. يا بنت فاطمة السلام عليك يا مولاتي يا بنت فاطمة. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. يا مولاتي يا فاطمة نعزيز مولاتي مستشهد مولاتي زينب عليها السلام مولاتي عمتك يا سيدتي واستشهد مولاي وسيدي موسى بن جعفر عليه السلام وهاي الايام الحزينه. نعم ونحن سجل اسمانا يا استاذ مانع عيني الامام الكاظم عليه السلام. نعم اعطيني الاسماء. نعم ام عبد الحليم. الظاهر انقطع الاتصال. ام عبد الحليم اذا امكن ان شاء الله تعاودين اتصال ونكون بخدمتك في تسجيل الاسماء والله يتقبل هذه الزياره بحق محمد وآل محمد. ونعتذر كذلك عن سوء الخطوط في بعض الأحيان وإن شاء الله أني موجودة لكم بالدعاء والزيارة من هذا المكان المقدس وهذه الحضرة الطاهرة للسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام ومن الناصرية أم علي. أهلا وسهلا بأم علي والوقت إليك بالدعاء والزيارة. نعم أم علي إذا أمكن تقللين صوت التلفزيون حتى نسمعك بشكل أفضل. نعم يا بنت فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أم علي أهلا وسهلا والله إن شاء الله يتقبل هذه الزيارة وتفضلي. نعم السلام عليك يا بنت فاطمة. يا بنت فاطمة اللهم تعدك من زوار بنت فاطمة يا الله مجاهل يا الله إن شاء الله بالقريب العاجل الله يقسم لكم هذه الزيارة. آمين يا رب العالمين. نعم نعم أم علي استرسلي بالكلام تفضلي. نعم 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 الظاهر انقطع الاتصال. أم علي الله يتقبل هذه الزيارة. طبعا الأخ والحاج أبو حسين من هولندا طلب من عندنا الدعاء له ولعائلته ولأولاده. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل له ولأسرته جميعا إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية. نعم هناك اتصال. أم حيدر من بغداد أهلا وسهلا بأم حيدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم وعليكم السلام. الله يحفظك ويخليك إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة. السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا بنت رسول الله. السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا بنت أمير المؤمنين سيدتي مولاتي يا بنت الحسن الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على السلام محمد عليك يا بنت خديجة وفاطمة. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا عمة ولي الله. السلام عليك يا ورحمة الله وبركاته وعلى الملائكة الحاصين بقبرك الشريف وعزيز سيدتي مولاتي باستشهاد والدك وهاي أيامه وانت المعزات. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا علي موسى الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا سادتي يا سيدتي ومولاتي. إلهي بحقك عند الله وبحق أبو سبام الحوائج موسى بن جعفر. يا رب. تقضي حاجتي يا وفضل جاهز وجاه أبوك وجاهز وجاه جدك وأباك بحق محمد وآل بيته. اللهم صل على محمد. أهلاً أهلاً من قلبي. آمين إن شاء الله الله يسهل أموركم ويشافي مرضاتكم. نعم نعم تفضل فدوى قلبك الله يوفقك ركعتين. نعم قضاء حاجة بحضرة سيدة مولاتي فاطمة إن شاء الله أبوها بعض الحوايج إن شاء الله بالشفاء العاجل اللي مريضة وحاجة حيدر يقضي هي وحاجة محتاج يحفظكم الله ويحميكم وأجي زيارتي لوالدي ووالد والدي ولأخوتي وخواتي وأولادهم وأبناء وبناتي إن شاء الله وجميع المؤمنين هناك الأحياء منهم والأموات. واللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. نعم شكرا جزيلا يا أم حيدر والله يتقبل هذه الزيارة وإن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية. من بغداد
أم علاء، أهلا وسهلا بأم علاء، وأنت في برنامج يا بنت فاطمة، والوقت إليك بالدعاء والزيارة. أهلا وسهلا وتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة، السلام عليك يا مولاتي يا سيدتي، السلام عليك وعلى اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، يا مولاتي معزيك معز أمة محمد باستشهاد والدك، يا سيدتي يا مولاتي بحق موسى الكاظم عندي ستر وعافي لأمة محمد، اللهم شافي كل المريض وشافي لنا محمد وآل محمد يا رب، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سيدتي يا مولاتي توجهنا واستشفعنا بك إلى الله، يا وجيهة عند الله اشفعينا عند الله، يا سيدتي يا مولاتي اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، سجل سامين احمى الله والديك خادم يا أم علاء، اعطيني الأسماء. نعم الله وعزيك، سجل علاء وعياله وابو علاء، سجل ولاء هو وعياله صفاح وعياله، احمى الله وعزيك، سجل محمد قضاء حاجة، نعم علاء بالشفاء وقضاء حاجة، احمى الله وعزيك، نعم بالشفاء، احمى الله وعزيك، سهراء ميلاد، احمى الله وعزيك، صحة وعافية، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم نزور بنيابة عني وعن والدي ووالد والدي، عن اخواني وعلى اخواتي وعلى امة محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. ام علاء السلام عليكم، الله يتقبل هذه الزياره ان شاء الله، الله يحفظك. نعم الله يحفظك ان شاء الله يا بنت فاطمه، يا بنت فاطمه، يا بنت فاطمه، يا بنت فاطمه، شكرا جزيلا لتواصلك معنا يا ام علاء بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله. طلب من عندنا الدعاء في هذه الليله كذلك الاخ مصطفى الماجدي والأخ عبد الماجدي وكذلك أبو حسين من هولندا مع عائلته وأولاده جميعا إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية بحق محمد وآل محمد. وناخذ اتصال من بغداد. أم عدنان، أهلا وسهلا بأم عدنان، والوقت يليش بالدعاء والزيارة. أهلا وسهلا. السلام عليكم وعليكم وبركاته. السلام عليك يا سيدتي يا سيدتي ومولاتي يا الزهراء، يا أم الحسن والحسين، نعم. يا محصومة، سلام الله عليك يا سيدة محصومة، سلام الله على الإمام الرضا، سلام الله على فاطمة الزهراء، سلام الله على موسى بن جعفر الجوادين، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. أريد بحاجتنا أخواني، صار لي 7 سنين ما واصل السيدة محصوم. إن شاء الله بالقريب العاجل الصحة والسلام والعافية إن شاء الله يا رب. والله لعائلتي ولدي، نعم هواي مشتاقة على السيدة محصومة والإمام الرضا، سلام الله عليه وسلم. يا الله. نعم نعم الله يتقبل هذه العبرات وهذه الدعوات ان شاء الله، الله يشافيكم ويعافيكم بحق محمد وآل محمد. نعم فدوى لعينك، سجل سامينا ينك وجبها للسيده معصوم. نعم اعطيني الاسماء. الله يطول عمرك. الله يحفظك. عدنان، نعم عدنان، نعم عكان، نعم محمد، حسين، علاوي، نعم اي والله العائلة تفد ولا ويناتك خاد 7 فدوات لك يا خاد، الله يحفظك. انا 7 سنين صار لي مرايعه فدوى لعينك يا رب. مشتركه ان شاء الله، ان شاء الله من خلال هذا البرنامج ان شاء الله حلقه توصل بينكم وبين هذه السيده فاطمه المعصومه عليه السلام، وان شاء الله الاعمال بالنيات كما جاء في الحديث، والله يتقبل ان شاء الله هذه الدعوات وهذه الزياره ان شاء الله بحق محمد وال محمد. ومع المتصلة الدائمة من كربلاء المقدسة أم شوقي، أهلا وسهلا بأم شوقي. سلام. نعم السلام عليكم خالة هاني، وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا خالة، السلام. الله يحفظك إن شاء الله. السلام عليك يا فاطمة، السلام عليك يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة، السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، يا عمة السلام ولي عليك لا. يا سيدتي يا مولاتي اشفعي لنا في الجنة، يا سيدتي يا مولاتي شاف وعافي كل مريض بحق مريض كربلاء، يا الله يا فاطمة المحصومة، السلام عليك يا سيدتي وعلى أخيك الإمام الرضا
على أبيك موسى الكاظم. السلام عليك يا سيدتي يا فاطمة المعصومة، وأزور نيابة عني وعن والدي وعن والدي وعن السيد علي السستاني وعن جيش والحشيد والقوات الأمنية، وعلى شهدائنا وعلى زوجي وعلى أولادي وبناتي وجياني وجميع يسمع صوتي وعلى قناة كربلة، وعندي أسماء لك تسجلن خالاني. نعم نعم يا أم شوقي، طيني الأسماء بخدمتك. نعم. أم خالد وأم علاء بالشفاء. نعم. وأم جاسم وأم عامر هم بالشفاء. نعم. ولا تنسانا ولا تنسانا بالدعاء، وانا والله ما ناسيتك. الله يحفظك يا ام شوقي، خادم الصلاة والزيارة. نعم. ان شاء الله عندنا امام الحسين والعباس ما انساكم. الله يحفظك من طيبك للكادر كله. الله يحفظك. الله يسلمك يا خالي، شكرا جزيلا. الله يحفظك ان شاء الله يا ام شوقي، والله يتقبل هذه الزياره. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله بحق محمد وآل محمد. نعم. شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا جزيلا، الله يتقبل هذه الزياره ان شاء الله. ومن بغداد ام علي، اهلا وسهلا بام علي. علي من بابل. اهلا وسهلا من بابل. علي من بابل. نعم من بابل. اهلا وسهلا بام علي من بابل. الوقت لك بالدعاء والزياره، تفضلي يا ام علي. السلام عليك يا بنت فاطمه. السلام يا بنت فاطمه. نعم يا مولاتي، اطلب مني طلب انت فاتيني عاد، اريد من نساء الحاد يا مولاتي. يا الله يا فيكم هذا مستعصية. يا الله يا رب يا رب ان شاء الله قضاء الحوائج. ام علي الظاهر انقطع الاتصال، وان شاء الله دعاء خاص لك يا ام علي بقضاء الحوائج، وان شاء الله ازالة كل الكروبات بحق محمد وآل محمد. آمين يا رب العالمين. ومن الكوت الأخ الزهراء، أهلا وسهلا بالأخ الزهراء، والوقت إليك بالدعاء والزيارة. نعم. السلام عليكم. وعليكم يا بنت فاطمة. السلام ورحمة الله وبركاته. يا بنت فاطمة. يا بنت فاطمة السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم أزل عنا العلل والداء، وأعدنا إلى الصحة والشفاء، وأمدنا بحسن الوقاية، وردنا إلى حسن العافية. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستاذ هاني نسألكم الدعاء، وإن أمكن خادم. أن تدعوا لهاشم وزينب وأحمد وتحفيه. شكرا لكم ووفقكم الله لكل خير إن شاء الله. يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة. شكرا جزيلا للأخت الزهراء، الله يتقبل هذه الزيارة إن شاء الله، والله يحفظكم ويقضي حوائجكم، وكذلك كل الأسماء اللي ذكرتيها إن شاء الله لقضاء الحوائج وشفاء المرضى بحق محمد وآل محمد. آمين يا رب العالمين. الأخ الدنيا من بغداد، أهلا وسهلا بالأخ الدنيا، الوقت إليك بالدعاء والزيارة. أهلا وسهلا بالأخ الدنيا، والوقت إليك بالدعاء، تفضلي. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة. يا سلام يا فاطمة المعصومة. السلام على الإمام الرضا، أنسنا واستشفعنا وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله، يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله، اشفعي لنا عند الله. يا سلام عليك يا ولي الله، سلام عليك يا عمة ولي الله. الناس اللهم ازغني عافي كلهم، اللهم شافكم ويرضى الحق، ما يذكر بلا زي العابد. يا عم رفتج اسامينا. نعم اعطيني الاسماء. والله غدير من بغداد. نعم غدير. غدير. نعم. واستبرق وحسن وزينب وعلي. نعم. ووالدي ووالدتي فرجهم لك حكيم. نعم ان شاء الله الجميع للصحة والسلامة والعافية يا رب. امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا يا اخو الدنيا على هذه الزيارة، وإن شاء الله الله يتقبل أعمالكم جميعا بحق محمد
وآل محمد آمين يا رب العالمين. الأخ علي من البصرة، أهلا وسهلا بالأخ علي، والوقت لك بالدعاء والزيارة. وضعنها وبنيها وسلم المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم يا أخ علي. نعم الأخ علي الظاهر. اللهم صل على محمد وآل أخ علي تفضل. نعم اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم أنا أسمعك يا أخ علي، الوقت إلك. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأمي أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. يا الله. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن السائر اللهم ببني أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليمة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتقر بها عين ذريتها وأبي. الظاهر انقطع الاتصال أخ علي، الله يتقبل هذه الزيارة إن شاء الله. سادتي المشاهدين فاصل ونعود إليكم إن شاء الله بإذنه تعالى. عودة إليكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم يا بنت فاطمة، ونحن في هذا المكان الطاهر للسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، وبانتظار كذلك اتصالاتكم وتواصلكم معنا في هذا البرنامج. كل من الأخوة والأخوات طلبوا من عندنا الدعاء في هذه الليلة. الأخ هاشم البغدادي والأخت سندس من واسط والأخ مهدي الماجدي، نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الصحة والسلامة والعافية. وناخذ اتصال الأخ محمد من بغداد، أهلا وسهلا بالأخ محمد، والوقت لك بالدعاء والزيارة، أهلا وسهلا تفضل. نعم السلام على فاطمة المعصومة يا سيدتي ومولاتي. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من زوارها ومن شيعتها بحق محمد وآل محمد يا رب العالمين. اللهم وفقنا بزيارتها بحق محمد وآل محمد. يا أخي أريد بس الزيارة والدعاء في حضرة السيدة المعصومة فاطمة بحق محمد وآل محمد. يا الله
وجه الزيارة إلى والدتي وإلى والدي. نعم. وإلى أموات فئة أمير المؤمنين أجمعين بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله، الله يتقبل هذه الزيارة أخ محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى. الله يسلمك. نعم، تفضل. أنتم تكون الدعاء، أنتم تكون الدعاء وقضاء الحاجة. خادم، خادم، خادم. رحم الله والديك، الله يسلمك. إن شاء الله. في أمان الله حبيبي. في أمانه وحفظه ورعايته أخ محمد، إن شاء الله الصحة والسلامة وقضاء الحوائج لك بحق محمد وآل محمد، آمين يا رب العالمين. وطبعا ما أحوجنا إلى الدعاء في هذه الأيام وفي هذه الأوقات الحرجة. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للجميع بحق محمد وآل محمد. أم علي من البصرة، أهلا وسهلا بأم علي، والوقت إليك بالدعاء والزيارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة، يا بنت فاطمة، يا الله. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وجهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا وجهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا رجاءها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وارزقنا رأسته ورحمته ودعاءه وخيره ونصره يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم ارزقنا زيارة علي بن موسى الرضا يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم اللهم الراحمين. اللهم اشف هذه القطع عن هذه الأمة بحضور وليك صاحب العصر والزمان يا الله. يما هاني نسألك الله يحفظك يما. نعم خادم المعصوم إن شاء الله كل. الله يسلمك إن شاء الله يحفظك. نعم خادم منها والصلاة. نعم تدعين عند قضاء حاجة يا الله. إن شاء الله قضاء الحوائج وشفاء المرضى لكم جميعا. اعطيني الاسم، اعطيني اعطيني الاسم. كل مريض بحق مريض كربلاء. نعم يقضي حاجة كل مريض يا الله يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله. لا تنسانا يما من الدعاء. خادم خادم يا أم علي، الشفاء العاجل لولدك إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية وكل مرضاكم ان شاء الله. نعم علي علي خادم خادم والله. وندعي له يا سيده فاطمه المعصومه لولداتك وبناتك بالصحه والعافيه. بالصحه والسلامه والعافيه امين يا رب العالمين. ام علي الله يتقبل هذه الزياره ان شاء الله، وان شاء الله شفاء مرضاكم، والله يقضي حوائجكم بالصحه والسلامه والعافيه يا رب امين يا رب العالمين. الأخ جواد من بغداد، أهلا وسهلا بالأخ جواد، وأنت في برنامج يا بنت فاطمة والوقت إليك بالدعاء والزيارة. نعم يا الله يا الله تفضل يا بنت فاطمة. الأخ جواد إذا أمكن تقلل صوت التلفزيون حتى نسمعك بشكل أفضل. نعم. يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة يا الله يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة. دخيل سيد دخيل موسى بن جعفر أبوش، دخيل سيد دخيل أبو الشكل أبوش. يا الله يا الله ارحمنا وارحم أمة محمد وارحم شيعت علي بن أبي طالب. ارحمنا وارحم شيعت محمد علي بن أبي طالب. شيعت علي بن أبي طالب. السلام الهاني. نعم. علي بن أبي طالب. السلام الهاني. نعم أخ جواد. أخ جواد نعم إذا أمكن شوية تعلي صوتك لأن الصوت ما واضح يعني. الله يحفظك ويسلمك أخ جواد، الله يتقبل هذه الزيارة إن شاء الله. شكرا جزيلا لتواصلك معنا. وناخذ اتصال آخر. أم علي من بغداد، أهلا وسهلا بأم علي والوقت إليك بالدعاء والزيارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله العلوية أم علي، أهلا وسهلا. الله يتقبل إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. الله يبارك بك يا أستاذ هاني. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. يا الله. نعم أم علي الظاهر انقطع الاتصال، إن شاء الله
تعاود الاتصال مرة أخرى في برنامج يا بنت فاطمة، والنية إن شاء الله موجودة لكم بالدعاء والزيارة. نسأل الله سبحانه وتعالى قضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم سادتي المشاهدين بحق محمد وآل محمد من الناصرية أم ميثم. أهلا وسهلا بأم ميثم، والوقت لك بالدعاء والزيارة، تفضلي. الله يسلمك، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بأم ميثم، تفضلي. الوقت لك بالدعاء والزيارة. يا بنت فاطمة، يا سيدتي، يا مولاتي، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله. اللهم بحق هذه الليلة العظيمة نعزيك باستشهاد والدك موسى بن جعفر. يا سيدتي يا مولاتي، انت شافين جميع المرضى ان شاء الله، واحنا من انتقلين حوائج المحتاجين، حاجة ابني، حاجة بنت مؤمل، حاجة ابني علي، ان شاء الله الله يحفظهم ويوفقهم ان شاء الله. آمين يا رب. ويبعد عنهم كل سوء كل بلاء، ادعي لهم. انا مريضة، سجل اسماء ابو ميثم وولدي مؤمل وولدها وزهراء، الله يوفقهم ان شاء الله. الله يحفظك يا ام ميثم. يا سيدتي يا مولاتي، بحق الامام الرضا ان شاء الله نسالكم الزياره والدعاء، بحق اخوك الامام الرضا، بحق موسى بن جعفر ان شاء الله تشافينا وتعافينا وتقضين حوائجنا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتها وفي الاخره شفاعتها. مؤمل وفدوك ان شاء الله، الله يحفظهم ان شاء الله، مرضى ان شاء الله ادعوا لهم، يوم رحم الله والديكم. خادم، انا سجلت الاسماء يا ام ميثم. جميع الكادر ادعوا لنا، الله يحميكم ان شاء الله من كل بلاء من كل سوء. يا سيدتي يا مولاتي، بحق الامام الرضا، ذب اسمانا بالامام الرضا، الله يوفقك يا ام هاني، الله يحفظك ان شاء الله، يبعد عنك كل بلاء وعن جميع الكادر، الله يوفقكم، الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا خير الجزاء أم ميثم، بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا يا أم ميثم، والله يتقبل هذه الزيارة. وناخذ اتصال آخر. رضا من إيران، أهلا وسهلا بالأخ رضا، والوقت لك بالدعاء والزيارة. والظاهر انقطع الاتصال طبعا سادتي المشاهدين، كذلك نعتذر عن في بعض الأحيان لسوء الخطوط، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لكل السادة المشاهدين وقضاء حوائجهم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. آمين يا رب العالمين. وناخذ اتصال آخر من المسيب، الأخ ثامر. أهلا وسهلا بالأخ ثامر من المسيب، والوقت إليك بالدعاء والزيارة، تفضل الوقت إليك. نعم يا بالتفاطمة، يا بالتفاطمة، يا بالتفاطمة، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت فاطمة، السلام عليك وعلى أخيك قاسم العطاء، السلام عليك سيدي الأمور يا مولانا، تشتقنا الزيارة. نعم الزيارة بحق أخيك الأمير. أخ ثامر، إذا أمكن تعلي صوتك شوية حتى نسمعك بشكل واضح، جزاك الله خير. نعم بارك الله بك، بارك الله بك. الله يحفظك ان شاء الله. اذا امكن تسجلنا اسماء. نعم خادم، اعطيني الاسماء اخ ثامر، اعطيني الاسماء. المرحوم موسى. نعم المرحوم موسى عبد. نعم وام عامر. نعم وزوجتي. نعم. ام علي. نعم واخوتي ان شاء الله وكل ما يخصني ان شاء الله الجميع بالصحة والسلامة والعافية. الدعاء لقضاء الحوائج. خادم. حق محمد وآل محمد. خادم. أخ ثامر، شكرا جزيلا لتواصلك معنا في برنامج يا بنت فاطمة، وإن شاء الله الصحة والسلامة لكم جميعا. من السماوة الأخت زينب، أهلا وسهلا بالأخت زينب، والوقت لك بالدعاء والزيارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بنت فاطمة. نعم. السلام عليك يا بنت ولي الله، يا بنت السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله،
السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. في قلبك الدعاء والزيارة. خادم خادم. لا تترك أتين قضاء حاجة. نعم نعم. بك تسجل أتاقينة. طيني الأسماء. طيني الأسماء يا أخو زينب. نعم. اسم أمير. نعم. زينب وصفا وسجاد. نعم. ومعين. وحياة وسدن. نعم. لا تنسانا بالدعاء اخوي رحم الله وجهك ربي يحفظك ويحفظ قناتك كبلاء على هذا البرنامج. الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله. وكل الاسماء يا بنت فاطمة. كل الاسماء ان شاء الله اللي سجلناها لكم وللاخوة والاخوات المتصلين ان شاء الله توضع في ضريح السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. وناخذ اتصال اخر. الاخت ليلى من الموصل. اهلا وسهلا بالاخت ليلى. والوقت لك بالدعاء والزيارة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. والوقت لك بالدعاء والزيارة. تفضلي. يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك سيدتي ومولاتي ورحمة الله وبركاته. يا بنت فاطمة الزهراء. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا فاطمة المعصومة. يا سيدتي ومولاتي. نعم تفضلي. اعطيني الأسماء يا أخت ليلى. نعم. ليلى للشفاء وعندها حاجة. نعم. ووالدتي خديجة. نعم. والدي الله يرحمه. الله يرحمه إن شاء الله. يرحم موتك. وزينب وفاطمة وسجى. نعم. أو أخوي أبو مصطفى لتسهيل الأمر وقضى حاجة. خادم إن شاء الله. وعائلتي كلهم. نعم نعم. وإنعام لقضاء حاجة وشفاء مرضى. نعم. رحم الله والديك وركعتين صلاة الزيارة. الله يحفظكم إن شاء الله الأخت ليلى. إن شاء الله الله يرحم أمواتكم. خصوصا للدعاء للشفائي. نعم يا رب العالمين. يا رب العالمين إن شاء الله قضاء الحوائج وشفاء شفاءكم إن شاء الله وشفاء كل المرضى إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. شكرا جزيلا الأخت ليلى. علي رضا من مشهد المقدس. أهلا وسهلا بالأخ علي رضا. حياك الله قلبي. أهلا وسهلا. نعم تفضل الوقت لك بالدعاء والزيارة. السلام عليك يا مولاتي يا معصومة. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. يا سيدي ومولاي. نعم. حوائجنا نروح لكربلاء ونجيش ونزوري. يا رب العالمين إن شاء الله الله يسهل الأمور ويسهل سبل السفر إن شاء الله بحق محمد وعلى محمد. نعم ممنون. الله مع السلامة. نعم طينا لا علي رضا. نعم علي رضا. نعم وحوراء. نعم وزهراء. نعم ووائل وعلي. نعم الله أيوة. نعم الله, الله يحفظكم إن شاء الله. وشكرا لهذه المشاركة ولهذه الزيارة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا وكل الأسماء اللي ذكرتموها بحق محمد وآل محمد. ونأخذ اتصال آخر. أم مصطفى من البصرة. أهلا وسهلا بأم مصطفى. والوقت إلك بالدعاء والزيارة يا بنت فاطمة. يا بنت فاطمة. يا بنت فاطمة. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله ويا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر قاضي الحاجات طبيب بغداد. السلام عليك وعلى أولادك وأخوتك جميعا يا مولاتي يا فاطمة المعصومة. لدينا حوائج وانت كفء لذلك.
أسأل الله بحقك وبحقي وغربتك وغربة أخيك يا سيدتي علي بن مسرضة أن تقضي حوائجنا يا مولاتي وأن تشفي مرضانا بحق محمد وآل بيت محمد. آمين يا رب العالمين. نعم يا أم مصطفى الله يتقبل أعمالك وهذه الزيارة إن شاء الله. إذا عدكم أسماء وش كتب أسماءنا جدوى الطولة الله يحفظك. أسماءنا أبو رياض داود وأحمد أحمد كلش مريض وقضاء حوائج رجاء وسراء ورحاب وسارة وضحى كلهم هذولي عائلة بيتنا قضاء حوائج يا الله سيدتي ومولاتي فاطمة المعصومة إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية. تدعينا تدعينا إن شاء الله بزيارتهم. أنا ما زايرة الرضا لحد الآن. إن شاء الله بالقريب. إيه زيارة الإمام الرضا فاطمة المعصومة. الله يوفقك إن شاء الله ويطول بعمرك. الله يحفظك ويسلمك يا أم مصطفى والله يتقبل هذه الزيارة إن شاء الله وفي ميزان أعمالكم بحق محمد وآل محمد. والأخت شيماء من بغداد أهلا وسهلا بالأخت شيماء والوقت إليك بالدعاء والزيارة يا بنت فاطمة. بنت فاطمة السلام عليك يا السيدة فاطمة المعصومة يا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بكم باستشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. نعم ونحن على أعتاب شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. الله. نعم نعم تفضل يا أخت شيماء الوقت إليك. ممكن الوالدة تحكي وياكم؟ نعم 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 خد تتفضل. إيه نعم خد تتفضل بالدعاء والزيارة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فاطمة. يا بنت فاطمة السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. يا الله يا سيدتي ومولاتي شافينا زينب بالقفاي نعم ست اشهر عمرها نعم يا بنت فاطمه يا اخت الرضي نعم على بختك يا فاطمه المعصومه يا سيدتي ومولاتي امين امين يا رب العالمين امين. حجية ان شاء الله صحه وسلامه وعافيه. نعم العافيه ندعي لنا الله لنا رفعتي خالد ان زينب بتصفي نعم الطفلات والعمليه نعم انا بختك يا الله يا سيدتي ومولاتي. حجي الله يتقبل هذه الزياره وان شاء الله الصحه والسلامه والعافيه اليك بحق محمد وآل محمد وكذلك للاخت شيماء إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية من بغداد. أم وليد أهلا وسهلا بأم وليد والوقت إليش بالدعاء والزيارة يا بنت فاطمة. الله يا بنت فاطمة يا بنت فاطمة يا السلام عليك يا سيدتي يا مولاتي يا معصومة. السلام عليك وعلى أخيك الرضا أبو محمد يا سيدتي يا مولاتي يا معصومة الشافين يوم رحم الله والديك اكتب اسمعنا خادم خادم يا أم وليد رحم الله والديك اكتب المرحوم مرتضى الشعب مرتضى مرحوم الله يرحمه إن شاء الله اكتب اسم أياد اكتب اسم أياد نعم اسم أياد مفقود سجلت 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 نعم رحم الله والديك اكتبنا احنا الاسمعنا اكتب اسم وليد للشفاء أيضا رحم الله والديك خادم وليد وعن عماد وهنا رحم الله والديك هذول يعني بالبيت خالد خالد يوم رحم الله والديك الله يحفظك يمه الله يسلمك ان شاء الله. شكرا جزيلا لتواصلك معنا في برنامج يا بنت فاطمه يا ام وليد والله يتقبل اعمالكم ان شاء الله. سادتي المشاهدين وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه ان شاء الله نلتقيكم في حلقه قادمه من برنامجكم يا بنت فاطمه. الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.